السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هاي المحاضرة يا الأخيرة يا قبل الأخيرة إن شاء الله بالنسبة للكورس Pharmacology for Nursing Students. ما زلنا نحكي عن Antibacterial Drugs. Antibacterial Drugs عالم بحر. في محاضرة اليوم راح نتكلم عن موضوع الـ antibacterial drugs that inhibit the protein synthesis in the bacteria. الأدوية اللي بتمنع من تصنيع البروتينات داخل البكتيريا. تمام، المحاضرة السابقة حكينا عن الأدوية اللي بتمنع cell wall synthesis في البكتيريا. في محاضرة اليوم راح نحكي عن الأدوية يلي بتمنع من البروتين سينثيسيس في البكتيريا. هلأ البروتين شو أهمية أو يعني إيش راح نستفيد إحنا لما نمنع من تصنيع البروتينات داخل البكتيريا؟ هلأ إذا اطلعنا على إحنا على أشكالنا، معظم الموجود عندنا ظاهرياً، الجلد تبعنا، العيون، حتى الشعرات، الشعر عبارة عن بروتين. فالبروتين مهم جدا كوظيفة لحياتنا، إنه البروتينات لها وظائف حيوية مهمة جدا في حياتنا إحنا كبشر، ونفس الإشي بالنسبة للبكتيريا. البروتينات هي اللي بتعطي الإنزيمات اللازمة لحياة البكتيريا. البروتينات هي اللي بتعطي الريسبتورز عشان حياة البكتيريا. البروتينات بتعطي الترانسبورترز، النواقل عشان ينتقل الغذاء والسكر من والقنوات أيضا عشان ينتقل السكر من وإلى البكتيريا. فالبروتينات are very important. في أدوية هم antibacterial drugs. هدول الأدوية إحنا كبشر بناخدهم، هدول الأدوية رح يروحوا على الخلايا البكتيرية، وبشكل انتقائي بشكل سيلكتيفلي راح يروحوا على الخلية البكتيرية ويمنعوا الخلية البكتيرية من انها يمنع الخلية البكتيرية من انها تصنع البروتين تبعها. فبالتالي الخلية البكتيرية لما ما بتصنع البروتين تبعها، هذا راح يؤدي الى ضعف الخلية البكتيرية. تمام، خلينا نفهم كيف الأدوية بشكل انتقائي بتروح تختار الخلية البكتيرية وبتمنع الخلية البكتيرية إنها تصنع البروتين تبع الخلية البكتيرية، بينما ما بتروح على الخلية الإنسانية، خلية الإنسان، وما بتمنع من تصنيع البروتينات داخل خلية الإنسان. الآن إذا بنرجع معلوماتنا في علم الخلية في السيتولوجي أو في البيولوجي 101 اللي درسناها في السنة الأولى في الجامعة، الخلية فيها عضية organelles. هذا الorganelles اسمه ribosome. هذا الribosome موجود خارج النواة، إحنا بخلايا أو الribosome، إحكي عن الribosome. هذا الribosome هو عبارة عن organelles، عضية مسؤولة عن تصنيع البروتين، موجود في الخلايا، موجود سواء في الخلايا البكتيرية وأيضا موجود في الخلايا البشرية إحنا عندنا كمان. تمام، مرة أخرى السؤال اللي بيطرح نفسه، إيش اللي بيخلي الأدوية تروح تمنع الرايبوسوم اللي موجود في الخلايا البكتيرية من إنه الخلايا البكتيرية تصنع البروتين تبعها، بينما بشكل انتقائي الأدوية الأنتي بكتيريال دراجز ما بتمنع الرايبوسوم اللي موجود في الخلايا الهيومن سيلز، الخلايا الإنسانية، ما بمنعها إنها تصنع البروتين؟ ففي انتقائية، بما إنه الخلية البكتيرية والهيومن سيلز فيهم رايبوسومز. مرة أخرى لأهمية الموضوع، إيش اللي بيخلي الدواء انتقائي سيلكتيف؟ أتوقع أن درسنا بالمايكروبيولوجي، درسنا أنه صحيح أنه البكتيريا فيها رايبوسوم، وصحيح أنه
الخلية الإنسان فيها رايبوسوم، لكن الرايبوسوم اللي موجود في خلية الإنسان يختلف عن الرايبوسوم اللي موجود في الخلية البكتيرية. الرايبوسوم اللي موجود في البكتيريا، لو نطلع على الرسم اللي قبالنا طلعوا كيف، يحتوي على 2 subunits 50 subunits 30 subunits. فهذا لما بندمجوا مع بعض الرايبوسوم اللي موجود في البكتيريا بحكوا عنه 70 subunits. الآن 70 subunits بيتكون من وحدتين 50 and 30 subunits. بينما في الخلية الإنسان الرايبوسوم أيضا بيحتوي على 2 subunits 60 subunits و 40 subunits. فبالتالي الآن الشغلة اللي أنا بدي أوصل لها إنه صحيح إنه خلية الإنسان فيها رايبوسوم، وصحيح إنه الخلية البكتيرية فيها رايبوسوم، لكن شكل، هنا شكل الرايبوسوم اللي موجود في البكتيريا يختلف عن شكل الرايبوسوم اللي موجود في خلية الإنسان. فهذا يؤدي كالتالي، يؤدي إنه في انتقائية، في دواء بشكل انتقائي وفي مجموعة من الأدوية بشكل انتقائي بيروحوا على الرايبوسوم اللي موجود في البكتيريا وبيسوي inhibition للرايبوسوم اللي موجود في البكتيريا، والرايبوسوم اللي موجود في البكتيريا يختلف من حيث الشكل. الرايبوسوم في البكتيريا بيحتوي على 30 and 50 subunits. فهذا معناته إنه في أدوية مصممة إنها تروح تسوي inhibition لهذا الرايبوسوم اللي موجود في البكتيريا، وبشكل انتقائي هاي الأدوية ما يعني they don't inhibit وما they don't have selectivity to inhibit human ribosome which contains or which consists of 60 and 40 subunits. ففي هاي الحالة في عندي انتقائية، عارفين لما في selectivity إحنا راح نموت إحنا البشر، لأن إذا أخذنا دواء هذا الدواء سوى inhibition للبروتينات تبعتنا، ساعتها أجسامنا ما راح تصنع إنزيمات، ما راح تصنع طبعا مش راح تصنع بروتينات، فبالتالي ما راح تصنع الانزيمات، ما راح تصنع الترانسبورترز، وما راح تصنع الكاريرز، ومش راح تصنع الريسبتورز، فكل جسمي راح يخرب، فراح اموت اذا اخذت هاي الادويه اللي اذا ما كانت انتقائيه. لكن الحمد لله الادويه اللي احنا نعطيها للمرضى في عندها خاصيه الانتقائيه انها ترتبط ب البكتيريال رايبوسوم وتسوي لها انهيبيشن، بينما ما عندها او ما عندها سيلكتيفيتي، ما عندها الخاصيه انها ترتبط بالبكتيريا بالهيومن رايبوسوم ويسوي له انهيبيشن. هذه هي الشيء المهم، اول كونكلوجن بدنا نطلع منه بالمحاضره. طب السؤال هنا اوكي، هل هاي الصوره اللي قدامنا هاي بتحكي لك عن الرايبوسوم وكيف انه الرايبوسوم بيصنع البروتين؟ فبالتالي احنا لما بنسوي انهيبيشن للرايبوسوم نمنع الرايبوسوم، فبالتالي احنا بنمنع من تصنيع البروتين. اكيد انا ما راح ادخل بالتفاصيل، اخذناها بالكيمياء الحيويه كيف انه الرايبوسوم بيصنع البروتين. فانا بس راح احكي بشكل عام. الان السؤال هنا، المعلومه الثانيه المهمه اللي لازم نطلع منها من المحاضره، هل الادويه المضاده للبكتيريا يلي بتمنع اللي بتسوي inhibition of the protein synthesis، هل هاي الأدوية bactericidal or bacteriostatic؟ هل هاي الأدوية bactericidal or bacteriostatic؟ الجواب إنه الأدوية يلي بشكل عام، الأدوية يلي بتمنع البروتين synthesis in the bacteria، الآن هذه الأدوية بشكل عام they are static، they are bacteriostatic. فمعظم الأدوية اللي راح تمر معنا هاي المحاضرة they are static bacteriostatic. شو معنى bacteriostatic؟ معناته الأدوية يلي بتمنع البروتين سينثيسيز، هاي الأدوية ما بتقتل البكتيريا من حالها، لكن هاي الأدوية اللي هي bacteriostatic بتمنع من نمو البكتيريا. فلما بتمنع من نمو البكتيريا، البكتيريا راح تضلها صغيرة، فالبكتيريا لما تضلها صغيرة راح تكون ضعيفة، فبالتالي رح يسمح، هذا رح يسمح، رح يعطي فرصة لمين، للمناعة تبعتنا إنها تيجي وتهاجم البكتيريا الصغيرة هاي الضعيفة، تهاجم البكتيريا الضعيفة وتقضي عليها. فبشكل عام الأدوية يلي بتسوي inhibition للبروتين synthesis they are bacteriostatic. معناته أدير بالي
اني اعطي هاي الادويه للاميونو كومبرومايزد بيشنت. جاني مريض مناعته صفر، مريض ايدز، مريض سرطان، مريض بياخذ الكورتيزون بجرعات عاليه، ما لا يفضل بصراحه، مش لا يفضل، نمنع، لازم ما نعطيهم الادويه اللي هم بكتيروستاتيك، لانه الادويه البكتيروستاتيك بيعتمدوا على مناعه الجسم، وبما انه احنا هدول المريض اميون كومبرومايزد معناته ما عندهم مناعه، فبالتالي البكتيروستاتيك دراجز ما راح يشتغلوا باجسامهم بالمستوى المطلوب بالفعاليه المطلوبه منهم. طب السؤال هلا بخطر في بالنا، لماذا ادويه واي ارتب السؤال، الادويه يلي بتسوي inhibition of the protein synthesis ليش هي بكتيروستاتيك، لكن الادويه يلي بتمنع بتسوي inhibition of the cell wall synthesis of the bacteria candidal؟ تذكر بالمحاضره الماضيه حكينا انه الادويه يلي بتمنع من synthesis of the cell wall حكينا عنها bactericidal، لكن الادويه يلي بتمنع synthesis of the بروتين نحكي عنها بكتيريوستاتيك دراجز. طب ليش؟ لماذا؟ شوفوا ليش نحن نمنع البروتين سينثيسيس؟ البكتيريا ما بتموت لكنها بتتضعف. انا دائما بشبهها انا بالحصار. مثلا اجوا على بيتي ناس، اجوا على بيتي وحكوا رح نمنع يزن انه يشتري اي بروتين جديد، يعني يشتري اي اكل ويشتري اي شراب جديد، فاحنا حصرناه في البيت. هل يزن راح يموت من اول مره؟ لا، مش راح يموت بسرعه. ليش؟ لانه يزن مخزن عنده في البيت شويه رز على شويه عدس على شويه خيار وبندوره، وعنده نص دجاجه بالفريزر، وعنده مي في الثلاجه، وعنده جنينة مي، فراح يقدر يسلك حاله، فراح ما راح يموت بسرعة. لكن يزن راح يضعف، يزن ما راح ياخذ راحته بالأكل، فما راح ياخذ راحته بالشرب، فراح يضعف. نفس المبدأ عن الأدوية يلي بتمنع البروتين سينثيسيس عند البكتيريا. هاي الأدوية ما راح تقتل البكتيريا بشكل مباشر، لكن لأنه البكتيريا، شوف، هاي الأدوية راح تمنع من تصنيع البروتينات الجديدة، لكن البكتيريا في عندها بروتينات قديمة، فالبكتيريا راح تعيش على البروتينات القديمة حتى لما البروتينات القديمة تموت. عشان هيك البكتيروستاتيك دراجز ما بيموتوا البكتيريا بسرعة، لكن بضعفوا البكتيريا. ليش ما بيموتوا البكتيريا؟ لأن البكتيريا صحيح إنه إحنا منعنا السينثيسيس أوف نيو بروتين، لكن البكتيريا راح تعيش على الأولد بروتين لفترة، حتى لما الأولد بروتينز يموتوا ساعتها ممكن يموت، لكن بعد فترة. فلهذا السبب لما البكتيريا لما تتضاعف، كيف تتضاعف؟ انه احنا منعنا تصنيع النيو بروتين، فلما تتضاعف هاي بتكون البكتيريا بتكون فريسه سهله انه المناعه تبعتنا الوايت بلاد سيلز تبعتنا انه تروح تهاجم البكتيريا وتقضي عليها. هذا هو السبب لماذا الادويه يلي بتمنع السينثيسيس اوف ذا بروتينز they are bacteriostatic drugs. تمام، هاي معلومه ثانيه طلعنا منها من المحاضره، ذات الانتيبكتيريال دراجز ذات انهبيت بروتين سينثيسيس ذي ار بكتيروستاتيك دراجز. في عندنا اكثر من مجموعه من الادويه يلي بتمنع البروتين سينثيسيس، انا ما راح اقدر اشرحهم كلياتهم لان كل معي محاضره، واذا كنت محظوظ محاضرتين يعني، فصعب جدا يعني اشرح، فبدي اركز على اهم الادويه يلي بتمنع من synthesis of the protein in the bacteria نفسها. في عندنا أربع مجموعات راح أحكي عنهم، أو ممكن ثلاث مجموعات راح أحكي عنهم يعني بدي أحاول أحكي عنهم قد ما بقدر. tetracyclines اللي هو في دواء مشهور اسمه doxycycline موجود، أتوقع بعضكم أخذه عشان حب الشباب، فهي من المجموعة الأولى. التتراسايكلينز هي مجموعة كبيرة، لكن الدوكسيسايكلين هو أشهر واحد فيهم. رقم اثنين الماكرولايدز، الماكرولايدز مهمين جدا لأنه فيهم مثال تبع الأزيثروميسين، وهذا الأزيثروميسين دواء يستخدم بكثرة
كوقاية من السكندري انفكشن في مرضى اللي عندهم كوفيد 19. هلا فيك مرض كورونا، كل واحد عنده كورونا بيعطوه أزيثرومايسين، هذا الأزيثرومايسين كوقاية من السكندري انفكشن، سكندري بولمونري انفكشن اللي ممكن يصير للشخص بسبب الفيرال كورونا انفكشن. رقم 3 كليندامايسين، ما احكي عنه كثير. رقم 4 امينو جلايكوسايد، راح احكي عنهم انكم راح تتعاملوا معهم بالمستشفيات كثير، راح احكي عنهم، بدي احاول احكي عنهم بشكل مختصر، او بدي احاول استفيد من الوقت بقدر ما بقدر اني احكي عنهم ان شاء الله كلياتهم. نبدا في اول مجموعه. اوكي طلع السلايد الماكرولايد، معناته مش راح ابدا في الترتيب. الماكرولايد، الماكرولايد هي اسم عيله، اسم عائله، ماكرولايد اسم عائله، واحد من عيله اسمها عيله عبد المعطي. هاي عائلة عبد المعطي في عندها أولاده فهمي وفتحي وحسب الله مثلا، أوكي فكلهم أولاد عبد المعطي. فنفس الشيء الماكرولايتس اسم عائلة. هلا احنا بالكلينيكال براكتس في المستشفى ما بتهمني كثير اسماء العائلات، يعني انا مستحيل نحكي لبعض يا فلان جيب الماكرولايت، لا راح بس يعني بس زيادة المعرفة معرفة، بما أنه مش مهم كتير كلينيكالي أن نعرف أسماء العائلات فما راح أركز كتير في، يعني ما راح أدقر كتير في الموضوع. لكن في عائلة اسمها الماكرولايت، هاي العائلة اسمها ماكرولايت، في ثلاث أدوية تحتيهم من هاي العائلة كتير مشهورين. أزيثروميسين اللي حكيت عنه قبل شوي، الذي يستخدم ويستخدم بكثرة في علاج الالتهابات الصدر والتهابات اللوز، والكلاريثروميسين، كلاريثروميسين أيضا يستخدم بكثرة في علاج الالتهابات الصدر واللوز، وأيضا الكلاريثروميسين يستخدم بكثرة في علاج الإتش بايلوري. الإتش بايلوري هي هاي الجرثومة اللي بتصيب المعدة وتجيب الجهاز الهضمي وقد تؤدي إلى تقرحات، الإتش بايلوري اللي هي بتسبب الألسر. فإذا ممكن أي مريض حوالينا في عنده جرثومة المعدة اللي هي الإتش بايلوري، فإذا شفنا الأدوية اللي بياخدها ممكن نشوف واحد من هدول الأدوية هو الكلاريثروميسين. فالكلاريثروميسين هو من عائلة الماكرولايت، وهو يمنع البروتين سينتسيس للإتش بايلوري. فهذا الدواء يستخدم من عائلة الماكرولايت ويستخدم في علاج الإتش بايلوري. في دواء ثالث اسمه إريثروميسين، هذا الإريثروميسين معنا من العيلة لكن استخدامه قليل، يعني أقل واحد فيهم. والإريثروميسين ليش استخدامه قليل؟ لأنه الفريكوانسي تبعت الأدمينستريشن تبعته عالية، فريكوانسي يعني الإريثروميسين بدي أعطيه أنا للمريض كل 6 ساعات، يعني 4 مرات في اليوم، بينما الكلاريثروميسين بعطيه في المريض 2 مرات في اليوم كل 12 ساعة. الأزيثروميسين ليش المرضى بيحبوا الأزيثروميسين؟ لأنه بنعطى مرة واحدة باليوم. فكرة المريض بيحب يأخذ الدواء في أقل عدد ممكن من المرات. لما أنا أعطي للمريض الأزيثروميسين مرة واحدة باليوم رح يرتاح، يعني رح يكون مبسوط، مش كل 6 ساعات كل 4 ساعات أجي أصحي من النوم وأحكي له يلا خذ الكبسولة. فهذا هو. فالأزيثروميسين من هاي المجموعة أكثر دواء يستخدم. أديك في أسباب الأزيثروميسين، من أهم الأسباب إنه المرضى بتحبوا إنه جرعته مرة واحدة باليوم. الكلاريثروميسين الإشي المميز فيه إنه بيعالج الإتش بايلوري. صارت في دراسة قارنت بين different macrolides، قارنت بين الكلاريثروميسين أزيثروميسين والأزيثروميسين، وجدت إنه أفضل واحد فيهم في علاج الإتش بايلوري، أحكي لكم المور بوتنت، يعني أفضل واحد فيهم كان الكلاريثروميسين، عشان هيك يستخدم. شوفوا هلا الماكرولايتس ان جنرال، اوكي هلا ان جنرال شوفوا هلا الميكانيزم اوف اكشن، ما راح اركز كثير لانه احنا في مهنه التمريض ما بهمنا كثير كلينيكالي اني اعرف والله الدواء ارتبط على 50 سب يونت ولا ارتبط على 30 سب يونت وسوى الانهيبيشن. انا بهمني انه سواء الأزيثروميسين أو الكلاريثروميسين أو الإريثروميسين، كل هدول الأدوية بيسوي inhibition of the protein synthesis. فهدول الأدوية كلياتهم they are bacteriostatic drugs. أنا هذا بهمني. صلي على سيدنا محمد. تمام.
هلا هدول الماكرولايدز اكثر استخدام لهم كلينيكالي، اكثر استخدام لهم كلينيكالي في علاج البولموناري انفكشن، في علاج النمونيا. شخص اجانا عنده نمونيا، فالماكرولايدز اذا قرات البروتوكولات، اتوقع المستشفيات تتبع بروتوكولات. البروتوكول تبع النمونيا بالذات البكتيريال نمونيا، بكتيريال نمونيا، انه عيله الماكرولايد سواء ازيثروميسين او كلاريثروميسين او حتى الاريثروميسين هم من الفيرست لاين تشويس في علاج النمونيا. النمونيا هو التهاب الصدر، التهاب الرئه، احكي صح يعني اكون علمي اكثر، التهاب الرئه، في التهاب بكتيري في الرئه. فهم هم الفيرست لاين. الأزيثروميسين أفضل من الكلاريثروميسين وأفضل من الإريثروميسين، إنه الأزيثروميسين بيدخل على الرئة وبتغلغل بالرئة، بيدخل جوات الخلايا الرئة بشكل أكثر. يعني إذا بدي أعيد صياغة الجملة، الأزيثروميسين الديستريبيوشن توزعه في الرئة أعلى من غيره. لهذا السبب أيضا بتلاحظوا إنه إحنا بنفضل الأزيثروميسين في علاج النمونيا. في مرضى كوفيد 19، بما إنه هذا الموضوع الآن موجود وما زلنا نحن تحت وباء كورونا، لما بيجينا مريض في عنده كورونا، إذا كان المريض at high risk وكان في عنده حاسين إنه في عنده ضيق في التنفس ونسبة الأكسجين عنده قليل، يعني قلت إلى حد ما، قلت يعني مش يعني عم بتقل شوي، يعني مش 99 عم بتقل 95 94، فنروح نعطي أزيثروميسين. ليش أزيثروميسين؟ هل الأزيثروميسين له أنتي فيرال إفكت؟ طبعا لا، الأزيثروميسين ما بيشتغل ضد فيروس كورونا، لكن لما الواحد بنصاب بكوفيد 19 بكورونا بتنزل المناعة تبعته خاصة في أولها، فهذا بيعطي فرصة للبكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نومونيا. اسم البكتيريا ستريبتوكوكس نومونيا، وهي عبارة عن جرام بوزيتيف بكتيريا، بيعطيها فرصة انها تدخل داخل الرئة وتسوي سكندري نومونيا. شو معنى سكندري نومونيا؟ هو عبارة عن نومونيا التهاب في الصدر في الرئة صار بعد ما المريض نزلت مناعته بسبب في البداية بسبب مرض كوفيد 19. فإحنا بنعطي لمرضى كوفيد 19 الأزيثروميسين كوقاية as prophylaxis من السكندري انفكشن. This is very important. حلو. في شغلة تانية حكيت أنها بتميز الماكرولايد الكلينيكال يوز. شوف هلا الكلينيكال يوز أسماء أدوية، أسماء بكتيريا قدامنا. هلا الاريثروميسينز اند اذر ماكرولايدز كان بي يوزد ان تريتمنت اوف مايكوبلازما نومونيا. حلوه شو هاي مايكوبلازما نومونيا؟ مايكوبلازما نومونيا اول واحدة هاي بكتيريا بتصيب الرئه. اوكي شوفوا هاي تريك المايكوبلازما نومونيا، هاي بكتيريا لا تحتوي على سيل وول، لا تحتوي على ايش؟ على سيل وول. هاي هيك خلقي من رب العالمين، هاي مايكوبلازما بكتيريا لا تحتوي على سيل وول. اذا اعطيت مريض عنده نمونيا وسبب النمونيا مايكوبلازما نمونيا البكتيريا، لو اعطيته اموكساسيلين، امبيسيلين، سيفالوسبورينز، فانكومايسين، المريض ما راح يستفيد عليهم. ليش؟ لانه هاي الادويه اللي حكيت اسمائهم انا، البيتا لاكتامز والفانكومايسين، هدول الأدوية بيشتغلوا على السيل وول، التارجت تبعهم السيل وول. هاي المايكوبلازما نمونيا السيل وول تبعها لا يحتوي على مايكوبلازما بكتيريا نمونيا، لا تحتوي على سيل وول، معناته التارجت تبع البنسلين سيفالوسبورينز والفانكومايسين غير موجود بالمايكوبلازما نمونيا. لما بنعرف انه المريض شخص بسبب انفكشن وهذا الانفكشن سببه بكتيريا مايكوبلازما نمونيا، معناته أنا بعطيه دواء، ما بعطيه دواء بيشتغل على السيل وول، بعطيه دواء مثلاً بيشتغل على البروتين سينثيسيس. فلهذا السبب إحنا الماكرولايز هم الخيار الأول في علاج النمونيا، لأن النمونيا ممكن يكون
سببه مايكوبلازما نومونيا. اذا اعطيت المريض اموكسيسيلين والمريض في عنده مايكوبلازما نومونيا، وكانك يا ابو زيد ما غزيت على الفاضي. الاموكسيسيلين بيشتغل على السيل وول، السيل وول غير موجود بالمايكوبلازما نومونيا. ننتقل للبكتيريا الثانيه الاتش بايلوري. الاتش بايلوري افضل دواء الكلاريثرومايسين. في علاج الاتش بايلوري في عندنا العلاج الثلاثي والعلاج الرباعي، راح تسمعوه في المستشفيات ان شاء الله. العلاج الثلاثي بيحتوي على أموكسيسيلين مع كلاريثروميسين مع البروتون بامب إنهيبيتور. بروتون بامب إنهيبيتور هو هذا دواء بيقلل من حموضة المعدة. بروتون بامب إنهيبيتور بيقلل من حموضة المعدة زي النيكسيام وميبرازول. فهلأ ليش بنعطى الأموكسيسيلين مع الكلافونيك مع الكلاريثروميسين؟ از سينيرجيزم، سينيرجيزم يعني بقوي حالهم، فبالتالي بيشتغلوا على الاتش بايلوري. فمن اشهر استخدامات الكلاريثروميسين انه يستخدم في علاج النمونيا. هلا البكتيريا الثالثه هيموفيلس انفلونزا، هاي بكتيريا بتصيب، هي عباره عن جرام بوزيتيف بكتيريا بتصيب الرئه. تمام، شوفوا الان السؤال، هل ممكن نستخدم نحن الماكرولايدز في علاج يورينري تراكت انفكشن؟ هل ممكن استخدم الازيثروميسين في علاج التهابات المجاري البوليه؟ الجواب لا. نو واي؟ لانه حكينا قاعده في المحاضره السابقه انه الدواء علشان يعالج اليورينري تراكت انفكشن هذا الدواء لازم يوصل لليورينري تراكت in the active form without metabolism. لسوء حظنا الماكرولايتس بيصير لهم ميتابوليزم في الليبر، معناته الماكرولايتس لما بيوصلوا على الكلى بيوصلوا للكلى من بعد ما صار لهم عمليه ميتابوليزم، يعني من بعد ما صار لهم عمليه inactivation. فالجواب هنا لا يمكن اعطاء الماكرولايتس سواء ازيثروميسين او كلاريثروميسين في علاج يورينري تراكت انفكشن. الاثار الجانبيه للماكرولايتس ممكن يسووا جي اي تراكت ديستربنس اريتيشن. قاعده عامه كل المضادات الحيويه اللي مرت معنا كلها ممكن تسوي ديستربنس اوف ذا جي اي تراكت، هاي قاعده عامه تسوي. عشان هيك معظم الادويه نحكي لهم يا مريض خذ الدواء بعد الاكل. ليش بعد الاكل؟ لانه الاكل بخفف من حده قسوه، مش عارف الكلمه تطلع معي، مش عارف اعبر عنها، لكن الادويه حاميه بقل من 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 حده الادويه على الجي اي تراكت. عشان هيك بنحكي لهم بعد الاكل. في ادويه معينه نحكي للمريض ما تاخذهم بعد الاكل، خذهم على معده فاضيه. ايش معنى ايش معنى لما نحكي للمريض خذ الدواء على معده فاضيه؟ معده فاضيه يعني قبل الاكل بساعه، بعد الاكل بساعتين. اذا انت اكلت طب ايش تسوي؟ بحكي لك لا استنى ساعتين. ليش ساعتين؟ لانه حسب الفسيولوجي تبعت الجسم تبعنا الجاستريك امتينج بصير خلال ساعتين. فانت بتحكي للمريض تحكم بما انك انت اللي اكلت استنى ساعتين بعدين خذ حبه الدواء. زي مين؟ الازيثروميسين. الازيثروميسين وجدوا انه امتصاص الازيثروميسين بتاثر في الاكل. فلهذا السبب انا بحكي للمريض لما بدك تاخذ الازيثروميسين خذه قبل الاكل بساعه. او اذا اكلت بحكي لك والله انا اكلت هلا، بحكي له استنى ساعتين بعدين خذ الازيثروميسين. لانه امتصاص الازيثروميسين الابسوربشن بقل مع الاكل. السايد افكتس الثاني للماكرولايت هم الكاردييك توكسيسيتي. هلا شوف الكاردييك توكسيسيتي هذا في حكي عليه كثير. في حكي كثير. شوفوا الماكرولايتس وايضا التتراسايكلينز حكي عنهم كمان شوي. بحكي لكم المريض اللي في عنده اريثميا وجدوا من جديد انه الازيثروميسين كلاريثروميسين والدوكسيسايكلين راح احكي عنه كمان شوي عندهم القدره يسووا برولونجيشن اوف ذا كيو تي انترفال. Prolongation of the QT interval. فحسبوا prolongation of the QT interval. حلو. معناته they are arrhythmogenic. طيب هل معناته ما نعطيهم؟ لا. إذا إجانا شخص في عنده
في عنده مشكله في القلب، في عنده أريثمية. ساعتها لما نعطيها الادويه بدنا نعطيها وين؟ نعطيها بحذر تحت اشراف طبي، وهذا الافضل. او ان نتجنب نعطي المريض هاي الادويه. مين المريض اللي اصلا في عنده مشاكل في الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت؟ ساعتها انا بدي اتجنب هاي الادويه اذا بقدر. طبعا اذا كان في بدائل عنهم، مثلا اذا الاموكسيسيلين ممكن اعطي للمريض الاموكسيسيلين، ساعتها بعطي المريض الاموكسيسيلين وبتجنب الماكروبايت والدوكسيسايكلين. مين المريض؟ انا بحكي عن اي مريض، المريض اللي عنده مشاكل في القلب. ننتقل للمجموعه الثانيه، تتراسايكلينز. التتراسايكلينز عيله، نفس الشيء، عيله فتح الله، هاي اسمها تتراسايكلين. هلا ما راح في كثير من التتراسايكلين، في عندك الدوكسيسايكلينز، في عندي الديموكليسايكلينز، في عندي اكثر من واحد، لكن انا راح اركز على الدواء اللي فيهم اللي موجود عندنا في 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 مستشفى، في المستشفيات وفي العيادات، يعني ممكن احنا نوصله للمريض. من عيله التتراسايكلين اشهر واحد فيهم الدوكسيسايكلين. هلا التتراسايكلين كدواء ما بنستخدمه كثير لانه له شورت ديوريشن اوف اكشن، فالفريكونسي تبعته عالي. الدوكسيسايكلين له لونج ديوريشن اوف اكشن. هذا الدوكسيسايكلين على فكره كثير منكم بيستخدموه عشان علاج حب الشباب، علاج حب الشباب. طبعا حب الشباب على فكره، الحب الشباب اللي على جد هي عباره عن بكتيريال انفكشن. بكتيريا هاي الحبه عباره عن انه بكتيريا عم تتغذى على السيبم، على الزيت. فلما البكتيريا تتغذى على الزيت راح يحول الزيت الى مواد لها تاثير كاوي على الجلد، فبسبب انه الزيت تحول الى ماده كاويه فراح يسوي هذا الريتيشن، تخدش للجلد، فراح تطلع الحبه. فمعناته أن البكتيريا تلعب دور كبير في تكون حب الشباب. لهذا السبب أنا لما بعالج الأكني بعطي للمريض أدوية، من ضمنها الأدوية الدوكسيسايكلين. هلا ليش الدوكسيسايكلين؟ الدوكسيسايكلين الديستريبيوشن تبعته عالي فبوصل للجلد. أنا باخذ الدوكسيسايكلين أورالي، الدوكسيسايكلين راح يروح يصير له أبسوربشن ويصير له ديستريبيوشن، بعدين راح يتوزع، راح يروح على الجلد. لما بروح على الجلد الدوكسيسايكلين هناك راح يمنع نمو البكتيريا الموجودة في الجلد. هلا البكتيريا اسمها أكني بلغاريس، اسمها أكني بلغاريس. فهي البكتيريا اللي بتسبب الأكني، من اسمها أكني بلغاريس، بتسبب البكتيريا، بتسبب الأكني، هي الحب الشباب. فهذا أكثر استخدام له. على فكرة في عندنا أصدقاء، مش أصدقاء، هو جيران، يعني لسه ما وصل لمرحلة الأصدقاء، هم جيران، في عندهم حمام، بربوا حمام، فكل فترة وفترة بيجي بيشتروا الدوكسيسايكلين، وبيجي الدوكسيسايكلين على شكل كبسولات، وبيجوا بيفرغوها بالمي تبع الحمام فبيشربوا منه. سألتهم ليش بتسووا هيك؟ حكوا علشان يعالج الأمراض تبعت الحمام، يعالج البكتيريا الانفكشنز اللي في الحمام. فهي كمان استخدامات تانية، يعني في حياتنا، العمل في حياتنا. هلأ التتراسايكلينز زيهم زي الماكرولايدز، they are bacteriostatic. The mechanism of action تبعتهم they inhibit the protein synthesis، من خلال they bind to the ribosome and they inhibit the ribosome. So أي ribosome؟ بحكي عن bacterial ribosome وليس human ribosome. So they inhibit the bacterial ribosome، فبالتالي بمنعوا إنه البكتيريا تصنع البروتين تبعهم. وليش بكتيريوستاتيك؟ لأن البكتيريا بتعيش على على البروتين القديم الموجود داخل البكتيريا، لكن ما عندها القدرة البكتيريا إنها تصنع نيو بروتين، فبالتالي البكتيريا راح تكون ضعيفة. فهون بيشتغل المناعة تبعتنا، المناعة تشتغل فتقضي على البكتيريا. هلا شوفوا، هلا سواء التتراسايكلينز او الماكرولايد، السبيكترم تبعتهم، النطاق تبعهم برود، لهم برود سبيكترم، نطاق واسع. الماكرولايدز والتتراسايكلينز بيشتغلوا على جرام بوزيتيف، وايضا بيشتغلوا على جرام نيجاتيف. بيشتغلوا على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. ليش؟ لانه الرايبوسوم، هذا الرايبوسوم موجود في الجرام بوزيتيف وموجود في الجرام نيجاتيف بكتيريا، فالتارجت تبع التتراسايكلينز والماكرولايدز اللي هو الرايبوسوم موجود في الجرام نيجاتيف وفي الجرام بوزيتيف. حلو، جميل. في شغلة مهمة كثير بالدوكسيسايكلين. لما احنا نعطيه للمريض نحكي له شوف
نحكي له لما تاخذ التتراسايكلينز ما تشرب حليب، تجنب الحليب ومشتق والألبان مشتقات الحليب على الأقل 4 ساعات من بعد أخذك للدواء، على الأقل 4 ساعات. أنت أخذت دوكسيسايكلين عشان تحاج أحب الشباب، ما تأخذ ما مش بعد نص ساعة تروح تفطر سندويشة لبنة، مش بعد شوي تروح تأكل كنافة، كنافة فيها كلها جبنة بتمط، ما جبنة من مشتقات الحليب، مش بعدين تروح تنسى حالك تروح تشرب اللبن تبع المنسف. لا لا، بدك تدير بالك. ليش؟ شوفوا التتراسايكلين والدوكسيسايكلين يتفاعل مع الكالسيوم. هلا اللبن شوف فيه كالسيوم، اللبن فيه كالسيوم ومشتقات الحليب سواء جبنه لبنه الجميد هذا كله فيه كالسيوم. مشكله الدوكسيسايكلين انه راح يتفاعل مع مين؟ راح يتفاعل مع الكالسيوم. تفاعل الدوكسيسايكلين والتتراسايكلينز مع الكالسيوم يعيق من كالتالي، يعيق من امتصاص الدواء وايضا يعيق من امتصاص الكالسيوم. فتفاعلهم يعني التتراسايكلينز بشكل عام بالذات الدوكسيسايكلين لما يتفاعل مع الكالسيوم هم الاثنين راح يخربوا على بعض، هم الاثنين خربوا على بعض. لا الدوكسيسايكلين راح يصير له امتصاص ولا الكالسيوم راح يصير له امتصاص، فالمريض ما راح يستفيد من الاثنين نهائي، الاثنين ما راح يستفيد منهم. المريض ما راح يستفيد من التتراسايكلينز، معناته الدواء ما راح يدخل على الجسم والدواء ما راح يوصل للبكتيريا، فالدواء ما راح يعالج البكتيريا الانفكشن. تمام، حلو. الكالسيوم إذا ما صار امتصاص للكالسيوم معناته المريض ما عم يستفيد من الكالسيوم، ويا حلاوة لو كانت المريضة عندها هشاشة في العظام تحتاج لكالسيوم. أو وين الحلاوة في الموضوع، وين المصيبة؟ لما يكون المريض صغير في العمر، صغير في العمر يعني طفل، والطفل عم تنمو عظامه، العظام تحتاج إلى كالسيوم، معناته هاي مصيبة. مصيبة إنه يتاخذ التتراسايكلينز مع الكالسيوم. عشان هيك إحنا لما بيجينا مريض وبده ياخذ الدوكسيسايكلين مثلا، أنت أحد فيكم بيشتكي من حب الشباب بده ياخذ الدوكسيسايكلين، نحكي له دير بالك تاخده مع وتجنب مشتقات الألبان والأجبال مدة 4 ساعات على الأقل. أخذت الساعة 8 الصبح من هون لحد الغداء ما تقرب على شيء فيه ألبان عشان ما يعيق امتصاص الدوكسيسايكلين. طب لو جانا مريض صغير في العمر عمره 2 3 سنين هل نعطيه الدوكسيسايكلين؟ الجواب لا، ممنوع 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 إعطاء الدوكسيسايكلين للأطفال الصغار في العمر. ليش؟ وجدوا أن الدوكسيسايكلين يسوي تشوهات في تكون العظام. لماذا؟ لأن الدوكسيسايكلين راح يتفاعل مع الكالسيوم، فبالتالي الشخص ما راح يستفيد من الكالسيوم. الرضع مثلا، الرضيع كل حياته عبارة عن حليب، برضع حليب برضع حليب برضع حليب، عشان هيك بكبر العظام تبعته تتكون لأنه الكالسيوم يأخذه من الحليب. فأنا لما إذا عطيته، إذا صار عنده بكتيريا الانفكشن وعطيته تتراسايكلينز ما راح يستفيد من الكالسيوم، فبالتالي راح يصير في عنده هشاشة في العظام. فبالتالي التتراسايكلينز they are contraindicated للchildren newborns، وحتى أيضا ما بنعطيهم لا للأمهات الحوامل، لأنهم وجدوا إنه التتراسايكلينز they can cross the plant the placenta. التتراسايكلينز ممكن يروح للبلاسينتا، ممكن لما يدخل يروح للبلاسينتا أيضا يروح للجنين، والجنين هناك يتفاعل مع الكالسيوم فيأثر على نمو العظام في الجنين. فلهذا السبب الدوكسيسايكلينز are teratogenic. وأيضا لا، ما بنعطيهم تتراسايكلينز، ما بنعطيهم للنساء المرضعات، للنساء المرضعات. لماذا؟ لأنه النساء المرضعات التتراسايكلينز بيطلع في الحليب في اللاكتيتنج ميلك، بيطلع في اللاكتيتنج ميلك. الأم المرضعة إذا أخذت تتراسايكلينز فبيطلع التتراسايكلين في الحليب نفسه، والمرضع النيو بورن
حديث الولادة بصير يرضع من الحليب، الحليب كله تتراسايكلينز. هذا الحليب تتراسايكلينز ما راح يستفيد منه الرضيع، لأن التتراسايكلينز عم بتفاعل مع الكالسيوم فما راح يستفيد منه، فراح يؤدي إلى تأخر في النمو أو حدوث تشوهات في النمو عند حديث الرضاعة. هلا السؤال بسطر في بالكم، طب لو الأم المرضع اضطرت أنها تأخذ التتراسايكلين، لو اضطرت تأخذ لأي سبب، ساعتها بنحكي لها ما ترضعي أمك الرضاعة، ما ترضعي ابنك الرضاعة الطبيعية، غيري للرضاعة الصناعية، لأنه الحليب اللي طالع من صدرك هذا حليب فيه تتراسايكلين وتفاعل مع الكالسيوم فرح يؤذي الرضيع، فروحي رضعي صناعي يا بشكل مؤقت أو خلاص استمري على الحليب الصناعي، طبعا حسب كيف يشوف، بس هو على الأقل بهالفترة اللي بتاخذ فيها الأم المرضعة اللي بتاخذ فيها تتراسايكلين، إذا اضطرت تاخذ الدوكسيسايكلين مثلا، هاي الفترة لازم تتجنب إرضاع حديث الولادة الرضاعة الطبيعية. طبعا هذا اللي حكي اللي أنا حكيته إنه كيف بيأثر على نمو، من أهم سمية الدوكسيسايكلينز إنه بيأثر على نمو العظام والأسنان، كما في الصورة قدامنا على الأسنان، فالأسنان هنا الأسنان فيها كالسيوم، الأسنان أصلا نوع من أنواع العظام حسب التركيبة تبعته، ففيها كالسيوم، فبحكي لك إنه الناس اللي بتاخد تتراسايكلينز وهي صغيرة لما بتكبر بيكون أسنانها صفر أصفر مايل للرمادي، لماذا؟ الطبقة الخارجية في أسنانها هي الطبقة البيضاء، هاي فيها اسمها طبقة المينا، هاي طبقة المينا هاي طبقة تحتوي على الكالسيوم بكثرة، لما إحنا نأخذ تتراسايكلينز بالذات بصغرنا وإحنا أعمارنا شوي صغيرة، التتراسايكلينز راح تتفاعل مع الكالسيوم فبالتالي راح يؤثر على تكون طبقة المينا، طبقة المينا هاي البيضة ما راح تتكون، على فكرة إحنا أسناننا لو حكيناها راح نحصل على هاي الطبقة الصفراء الرمادية، فهذول الناس صار عندهم صار في عندهم مشكلة في تكون يسموها التوث إنيمال ديسبليجيا، هاي التوث إنيمال ديسبليجيا، إنه في عندهم خلل في تكون طبقة المينا، وذلك لأنه في خلل في كميات الكالسيوم اللي بتوصل للأسنان بسبب إنه الدوكسيسايكلين بتفاعل مع الكالسيوم. تمام، هيك إحنا خلصنا المجموعة الثانية المهمة هي الدوكسيسايكلين، بدي أحكي شوي عن الأمينوغلايكوسايدز. الأمينوغلايكوسايدز أمينوغلايكوسايدز لار مجموعة كبيرة من الأدوية، هي الأمثلة قدامنا، ستريبتومايسين، نيومايسين، كانامايسين، أميكاسين، جنتامايسين، توبرامايسين، حلو، هذول رح نقابلهم كلياتهم وإحنا بنشتغل إن شاء الله. شوفوا الستريبتومايسين خط نحط تحتيه خط، والجنتامايسين والأميكاسين، ستريبتومايسين، جنتامايسين، أميكاسين، هذول إحنا رح نقابلهم في المستشفى نعطيهم للمريض على شكل حقن، ستريبتومايسين، جنتامايسين، أميكاسين، بيجي على شكل أمبولات نعطيهم للمريض كحقن. النيومايسين، كانامايسين، توبرامايسين، هذول إحنا ما بنعطيهم على شكل حقن، نعطيهم على شكل كريم. ليش؟ النيومايسين والكانامايسين والتوبرامايسين وجدوا لما إذا أعطيناهم للمريض على شكل حقن وراحوا للدم النيفروتوكسيسيتي تبعتهم عالي جدا، النيفروتوكسيسيتي تبعتهم عالي جدا، فعشان هيك أنا النيومايسين كانامايسين توبرامايسين ما بعطيهم سيستيميكلي، بعطيهم كيف؟ بعطيهم لوكالي، لوكالي يعني محلي على شكل كريمات محلي، هون عندي مثلا التهاب جلدي أوكي، فبعطي للمريض نيومايسين كانامايسين توبرامايسين. الستريبتومايسين أميكاسين جنتامايسين هذول السيستميك سايد افكتس تبعتهم النيفروتوكسيسيتي تبعتهم أقل، فبالتالي ممكن أعطي الستريبتومايسين أميكاسين جنتامايسين ممكن أعطيهم سيستميكلي، أعطيهم على شكل حقن، هاي الشغلة مهمة. في شغلة ثانية بالأمينوغلايكوسايد، هلأ ميكانيزم أوف أكشن تبعتهم they are protein synthesis inhibitors، طبعا بيرتبطوا بالرايبوسوم بالبكتيريا الرايبوسوم،
لكن لما بيرتبطوا في البكتيريا الرايبوسوم بيمنعوا من تصنيع البروتين يلي موجود في البكتيريا. تمام. فبيمنعوا من تصنيع الـ البروتين اللي موجود في البكتيريا. بس في اختلافات بينهم، بين الامينو جلايكوسايدز، في اختلافات بينهم وبين الادويه اللي قبليها، بين في اختلاف بين الامينو جلايكوسايد وبين الماكرولايت و التتراسايكلينز، يعني في اختلاف بين الامينو جلايكوسايد وبين الادر بروتين سينثيسيس انهبيتورز. في اكثر من اختلاف. اول اختلاف من حيث السبيكترم تبعتهم، حيث السبيكترم تبعتهم. الامينو جلايكوسايدز ما بيشتغلوا ضد جرام بوزيتيف بكتيريا، الامينو جلايكوسايد فقط بيشتغلوا ضد جرام نيجاتيف بكتيريا. الامينو جلايكوسايد ما لهم برود سبيكترم، الامينو جلايكوسايد لهم نارو سبيكترم، بيشتغلوا فقط ضد جرام نيجاتيف بكتيريا. غريبه هذه. طب ممكن حد يسال فيكم الامينو جلايكوسايد بيشتغل ضد الرايبوسوم، والرايبوسوم موجود في الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف. الجواب هنا ان الامينو جلايكوسايد لانه الووتر سوليبيليتي تبعتهم كثير كبيره، كثير بيذوبوا في المي، الووتر سوليبيليتي تبعت الامينو جلايكوسايد از فيري هاي، فترتب عليها اشياء. الامينو جلايكوسايد لانه الووتر سوليبيليتي تبعتهم از فيري هاي، فلو انا اخذت الامينو جلايكوسايد اورالي ما راح يصير لهم امتصاص امينو جلايكوسايد، لانه مره اخرى علشان الامينو جلايكوسايد يصير لهم امتصاص لازم يكونوا لايبوفيليك علشان يعبروا الفوسفوليبيد ممبرين، لكن الامينو جلايكوسايد الووتر سوليبيليتي تبعتهم جدا عاليه واللايبوفيليسيتي تبعتهم قليله، عشان هيك الامينو جلايكوسايد اذا بدي اعطيهم، شوف كيف زي ما حكيت لكم ستريبتومايسين اميكاسين جنتومايسين، بعطيهم على شكل انجكشن، ما بعطيهم على شكل اورال، لان اذا اعطيتهم على شكل اورال ما راح يصير لهم امتصاص، لانه الووتر سوليبيليتي تبعتهم عاليه. ثانيا لانه الووتر سوليبيليتي تبعتهم عاليه جدا جدا جدا، فالامينو جلايكوسايد ما راح يعبروا، ما راح يقدروا يخترقوا البيبتايدو جلايكان شيت اللي موجود في الجرام بوزيتيف بكتيريا. هلا الجرام بوزيتيف بكتيريا فيها الكثير من البيبتايدو جلايكان شيتس، البيبتايدو جلايكان شيتس ار ليبيد، يعني البيبتايدو جلايكان شيتس ليبيد دهنيات. بما انه الامينو جلايكوسايدز الووتر سوليبيليتي تبعتهم عاليه، فما راح يقدر يعبروا البيبتايدو جلايكان شيتس اللي موجود بالجرام بوزيتيف بكتيريا. فلهذا السبب الامينو جلايكوسايدز لهم اكتيفيتي فقط اجينست الجرام نيجاتيف بكتيريا، ما لهم اكتيفيتي اجينست الجرام بوزيتيف بكتيريا. في شغله كمان مميزه، شغلتين مميزتين بالامينو جلايكوسايدز، ان هم they are concentration dependent killers، هاي الشغله. والشغله الثانيه انه ذهاب بوست انتيبايوتيك افكت، راح نشرح لهم شو معنى انه الامينو جلايكوسايدز they have concentration dependent killer. لما احنا نعطي الامينو جلايكوسايد بالمستشفى راح نعطي الامينو جلايكوسايد بجرعات جدا مرتفعه جدا مرتفعه، هاي الخاصيه اسمها خاصيه المطرقه، انك تعطي الدواء بخاصيه بجرعات جدا عاليه عشان تضربه بأعلى قوة، هاي المطرقة تضرب أعلى قوة عشان يموت. الأمينو جلايكوسايد رح تلاحظوا إنه في المستشفى إحنا بنعطيهم بجرعات جدا عالية أمينو جلايكوسايد. ليش؟ وجدوا إنه الأمينو جلايكوسايد في هذا المصطلح concentration dependent killer، يعني كل ما زاد تركيز الأمينو جلايكوسايد كل ما زودنا الجرعة كل ما زادت قدرته على كل ما زادت قدرته as antibacterial drugs. حلو. عشان هيك في المستشفى راح تلاحظوا ان تركيز الامينو جلايكوسايدز يعني تركيز الستريبتومايسين الجنتامايسين راح يكون عالي مرتفع، لانه كل ما زودنا جرعه الدواء كل ما زادت الكيلينج اكتيفيتي تبعته. حلو. طيب شوفوا هلا السؤال بيطرح نفسه، هل الامينو جلايكوسايدز ار بكتيريوستاتيك ولا بكتيريوسايدل؟ هلا حسب القاعده اللي حكيت انا قبل شوي، اي دواء بيسوي انهيبيشن اوف ذا بروتين سينثيسيس فهو بكتيريوستاتيك. بس في قاعده ثانيه بتحكي لك البكتيريوستاتيك يتحول الى بكتيريوسايدل في حاله
لما نزود جرعة البكتيريوستاتيك. هاي في قاعدة أخرى هلا رح نتعرف عليها جديد. البكتيريوستاتيك ممكن يتحول إلى بكتيريوسايدال في حالة إن نزود جرعة البكتيريوستاتيك. بما إنه الأمينو غلايكوسايد are concentration dependent killers، يعني كل ما زودنا جرعة الأمينو غلايكوسايد كل ما زادت activity تبعته، فمعناته أنا لما بعطي الأمينو غلايكوسايد بعطيه بجرعات عالية، فالأمينو غلايكوسايد في الجرعات العالية اللي أنا بعطيها للمريض they are bactericidal. فالأمينو غلايكوسايد يختلف عن الماكرولايدز ويختلف عن التتراسايكلينز إنه أنا بعطي الأمينو غلايكوسايد بجرعات عالية، فلما بعطيه أنا بجرعات عالية هاي الجرعات العالية اللي أنا بعطيها للمريض من الأمينو غلايكوسايد بتخلي الأمينو غلايكوسايد هو bactericidal. هذا كمان إشي يميز الأمينو غلايكوسايد عن الأذر بروتين سينثيسيس انهيبيتورز، إنه هو بكتيريوسايدل لأنه أنا بعطيه بجرعات عالية. They also exhibit post-antibiotic effect. الأمينو غلايكوسايد شو بحكي لكم؟ They also exhibit post-antibiotic effect. شو معنى post-antibiotic effect؟ بوست يعني بعد انتيبايتيك افكت. لما نقول الجلايكوسايد فيهم شغله غريبه، هم طبعا هم في مجموعه من الادويه الثانيه يمكن ما راح احكي عنهم. الامينوغلايكوسايد بحكي لكم لما تركيزه ينزل كثير في الجسم، احنا اخذنا قاعده ان الدواء لما بيكون تركيزه في الجسم عالي معناته الاكتيفيتي تبعته عاليه. وجدوا انه الامينوغلايكوسايد لما يصير له اليمينيشن ويطلع برا الجسم بنلاحظ انه لسه مفعوله ضايل بالجسم، لسه مفعوله ما زال في الجسم، يعني الامينو غلايكوسايدز مفعولها لسه موجود في الجسم حتى بعد ما صار اليمينيشن ونزل تركيز الامينو غلايكوسايد كثير، نزل تركيزه في الدم، يعني وكانه اصبح دمنا وكانه في فتات، في كميه قليله جدا من الامينو غلايكوسايد، لكن بنلاحظ انه المريض البكتيريا اللي موجود في جسم المريض هاي البكتيريا عم بتموت، مع انه ايش الامينو غلايكوسايد صار لهم اليمينيشن طلعوا برا الجسم، تركيزهم كثير قل داخل الجسم. هاي الظاهره اسمها بوست انتيبايتيك افكت. هاي الظاهره موجوده في الامينو غلايكوسايد انه تركيز الامينو غلايكوسايد قليل وصار لهم اليمينيشن وطلع برا الجسم، ومع هذا البكتيريا الموجوده في الجسم عم بتموت. طب احنا هلا بالمستشفى شو عم نستفيد من هاي الخاصيه؟ بستفيد انه بدل ما اعطي انا الامينو غلايكوسايد ان هاي فريكوانسي، يعني مثلا لو انا بعرف انه الامينو غلايكوسايد بينزل تركيزه بصير اليمينيشن بعد 6 ساعات، طب ليش تعطي الجرعه الثانيه بعد 6 ساعات؟ ما هو بعد 6 ساعات صحيح انه تركيز الامينو غلايكوسايد طلع برا الجسم، لكن لسه البكتيريا عم بتموت بسبب انه الامينو غلايكوسايدز لهم بوست انتيبايتيك افكت. حلو، فبالتالي انا بدل ما اعطي الامينو غلايكوسايد كل 6 ساعات ممكن اعطي الامينو غلايكوسايد مره واحده في اليوم، مره واحده، لانه صحيح انه الامينو غلايكوسايد بعد 6 ساعات نزل تركيزه، لكن بسبب انه له بوست انتيبايتيك افكت فالامينو غلايكوسايد معناته مع انه طلع برا الجسم لكن لساعته مفعوله موجود جوات الجسم، هاي اسمها بوست انتيبايتيك افكت. فانا بالمستشفى بستفيد من هاي خاصيه البوست انتيبايتيك افكت للامينو غلايكوسايد اني بقلل من الفريكونسي اوف دراج ادمنستريشن. شوفوا انتوا ركزوا على الاشياء اللي انا حكيت لكم عنها بالمحاضره، يعني هو بيشتغل ضد جرام نيجاتيف، اوكي، بيشتغل ضد السودوموناس ارجينوزا، هاي بكتيريا ملعونه، جرام نيجاتيف بكتيريا، فالامينو غلايكوسايد بيشتغل عليهم. هاي من الخصائص هلا، اوكي، الكلينيكال يوزز بلا 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 بلا، بريجنسي كاتيجوري دي بيسوي تشوهات على الكلى ما بنعطيهم، ممكن انه نستخدم في علاج اليو تي اي اليورينري تراكت انفكشن. الامينو غلايكوسايد ما بيصير لهم ميتابوليزم، فلما بيروحوا على اليورينري تراكت بيروحوا without ميتابوليزم، عشان هيك ممكن نستخدم انفكشن، وممكن نستخدمه في علاج المرسى. ليش؟ مين هي المرسى؟ المرسى هي البكتيريا الملعونه اللي هي ستافيلوكوكس اوريس. شوفوا طب خلاص اوكي انسوها كومباينيشن ساعتها اوكي. ايضا ممكن الامينو غلايكوسايد استخدمه في علاج التيوبركلوسيس. شو التيوبركلوسيس؟ السل. للاسف هو بسبب ضيق الوقت
ما عندي الوقت اني اشرح عن مرض التيوبركلوسيس. التيوبركلوسيس هذا مرض بيصيب الجهاز التنفسي. في ادويه استخدمها في علاج التيوبركلوسيس. سبب التيوبركلوسيس هو بكتيريا اسمها المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس. من ضمن الادويه لكنها ليست الفيرست لاين، السكند لاين هم الامينوغلايكوسايدز. الامينوغلايكوسايدز ممكن نعطيهم في علاج السل، ممكن نستخدمه في علاج الاندوكارتيتس. شو الاندوكارتيتس؟ هو التهاب في غشاء القلب. الاندوكارتيتس ممكن يكون سببه جرام بوزيتيف بكتيريا وممكن يكون سببه جرام نيجاتيف بكتيريا. اذا كان الاندوكارتيتس سببه جرام بوزيتيف بكتيريا فبنعطي للمريض اموكسيسيلين، لانه الاموكسيسيلين بيشتغل على جرام بوزيتيف بكتيريا. اذا كان سبب الاندوكارتيتس جرام نيجاتيف بكتيريا فبنعطي للمريض الامينوغلايكوسايدز. اخر شيء بدي احكي عنهم هم الادفيرس افكت. شوفوا الامينوغلايكوسايد مشكلتهم انهم بيسووا اوتو توكسيسيتي ونيفرو توكسيسيتي. هاي بشكل عام، هاي رقم ثلاثة النيورو ماسكولار بلوكيج، يعني انهم بيشتغلوا زي الكيورير، هي جدا قليله. احنا بنلاحظ في المستشفى لما نعطي للمريض الامينوغلايكوسايد انه اهم تو سايد افكتس لهم الاوتوتوكسيسيتي والنيفروتوكسيسيتي. اوتوتوكسيسيتي يعني بيسوي له مشاكل في السمع، بصير المريض يبطل يسمع منيح. هلا هاي المشكله في السمع بشكل عام ريفرسبل، يعني مجرد ما احنا توقفنا عن اعطاء الامينوغلايكوسايد راح يرجع المريض يسمع مره ثانيه. والمشكله الثانيه نيفروتوكسيسيتي، مشاكل في الكلى. الان في قاعده بحكي لك ما تعطي دويان مع بعض بيسوي النيفروتوكسيسيتي. يعني مثلا هلا المريض اللي بياخذ الامينوغلايكوسايد بدنا نتجنب نعطي المسكنات زي الديكلوفيناك والايبوبروفين. هذه مسكنات بروفين ديكلوفيناك زي الفولترين، لانه هاي المسكنات بتسوي مشاكل في الكلى. بحكي لكم الريسك اوف نيفروتوكسيسيتي راح يزيد عند المرضى اللي بياخذوا الامينوغلايكوسايد مع النيفرو مع المسكنات زي النون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراجز. ايضا بحكي لكم في الكتاب ما بنعطي الامينوغلايكوسايد مع اللوب ديوريتكس هم الفيوريسامين. ليش؟ اللوب ديوريتكس بيسووا مش عندهم اوتو توكسيسيتي، والامينوغلايكوسايدز كمان بيسووا اوتو توكسيسيتي. فبحكي لكم هاي الاشياء البراكتس بدنا نتجنبها خلال الكلينيكال براكتس. انا هيك بكون خلصت اللي بدي اشرحه اليوم. يعطيكم العافيه وكل عام. هيك تقريبا انا خلصت الكورس. هلا في شويه عن الفلوروكوينيلونز راح انزل فيه فيديو بس راح اخليه سيلف ستادي. يعني انا عارف ان الماده هيك صارت زخمه، يعني اعطت فيه معلومات كثير. ففلوروكوينيلونز هاي لحياتكم العمليه، راح انزل فيه فيديو علشان لكم لحياتكم العمليه. اتمنى انكم تسمعوا. بس بالنسبه للامتحان ما راح اسال عن الفلوروكوينيلونز، بس فلوروكوينيلونز راح تهمكم في علاج اليورينري تراكت انفكشن. الناس في عندهم الالتهاب المجاري البوليه فبتروح لما توصفوا لهم السيبروفلوكساسين بشكل كبير. فهي الادويه هاي الفلوروكوينيلونز بتشتغل. هلا هي وين بتشتغل؟ ما بتشتغل لا على السيل وول ولا بتشتغل على البروتين سينثيسيس، بتشتغل على الدي ان ايه، على الماده الوراثيه تبعت البكتيريا. بتمنع الماده من الدي ان ايه ريبليكيشن عند البكتيريا من خلال بتمنع انزيم اسمه توبو ايزوميريز. في اهم واحد فيهم السيبروفلوكساسين ليفوفلوكساسين. هاي ادويه الفلوروكوينيلونز بنعطيها بشكل اساسي لعلاج البولمونري انفكشن هو النمونيا، وايضا نعطيهم بشكل اساسي في علاج اليورينري تراكت انفكشن. هلا السيبروفلوكساسين والليفوفلوكساسين بينتهوا بفلوكساسين. فلوكساسين ليفوفلوكساسين سيبروفلوكساسين هدول بيستخدموا بشكل اساسي في علاج بوث اليورينري تراكت انفكشن والنمونيا. في عندك مثلا موكسي فلوكساسين، هذا لا فقط يستخدم في علاج اللنج لانه بيصير له ميتابوليزم فما بيروح على اليورينري تراكت انفكشن بالاكتيف فورم. يعني هذا راح انزل لكم فيديو خاص فيه اسمعوا لكم عشان حياتكم العمليه. هيك بنكون خلصنا الكورس مع بعض. خلصت انا الاشياء معظم الاشياء السيلبس، في اشياء زياده زي الانتي كانسر ما قدرت. من اليوم اخر محاضره، فيعطيكم الف عافيه وبتمنى لكم التوفيق في حياتكم العمليه. وهي الفيديوهات ان شاء الله، يعني المحاضرات مباشره مع بعض كلها تسجلت، وكل المحاضرات راح تضلها موجوده على اليوتيوب
لإلكم، يعني حبيتوا لأي ترجعوا لأي معلومة ممكن ترجعوا لها من خلال المحاضرات اللي موجودة على اليوتيوب. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.